تحياتي ليكم. معايا عربية رينو كاباتشر، لما تيجي تكشف عليها أعطال يا ترى فيش تكشف الأعطال فين؟ بدون الخوض في أماكن كتيرة، هتيجي قدام الجير بوكس هتلاقي فيه كاوتشة ركبة تحت، هتيجي تروح رفعها بإيدك هتلاقي فيشة كشف الأعطال ده مكانها، وتروح مركب فيها الفيشة عادي، يبقى مكان فيشة كشف الأعطال في الرينو كاباتشر قدام الجير بوكس. بعد ما بتخلص بتروح جاي مقفل الكاوتشة تاني بالشكل ده.